بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا ينطلق شوطنا 11 على البركة والتوفيق، ولا زلنا نتواصل مع هذه الانطلاقات المتواصلة مباشرة إلى تعداد الأسماء الفائزة الأولى، الأسماء المسيطرة على مقدمة الشوط، شواهين للسيد حمدان بن غدير بن سعيد الدرعي المشارك في هذه المشاركة، القائد لهذه الأسماء الكبيرة على مقدمة الشوط. أنتقل بدوري إلى المركز الثاني وإلى هذه الأسماء كذلك المشاركة، فهنالك بيان، وهذه الضيفة القطرية الواصلة والمشاركة بهذا الحضور الرائع والمميز، وسعيد بن محمد بن زايد الخيارين مع ثاني الأسماء. الدور المركز الثالث، المركز الثالث شواهين حمود بن غانم بن علي بن حموده الظاهري الحاضر مع المركز الآن الثاني. الدور المركز الثالث هنالك مع هذه الثالث، وانتقل إلى الرابع، هنالك المداخلة من أفعال للسيد مشعل بن حمد البريدي الحاضر والمنطلق والمشارك أيضا بهذه المشاركة الرائعة المميزة. الله، شعارات كبيرة مشاركة، شعارات آتية، هنالك مكتوب الشيبة السبوسي من يحتل الآن المركز السادس ويتدخل مع المركز الخامس، بينما المركز السادس مداخلة قوية كذلك من الطيارة للسيد مطر بن علي بن سعيد بن سالم الحاضر والمنطلق مع هذه الأسماء الواصلة والمتحدية اللي هي الطيارة، وتحمل لنا هذا الشعار الرائع والمميز وهذا الشعار والرقم السادس المتدخل مع هذه الأسماء المنطلقة. ورأينا هذا الشعار الذي تألق في هذا الصباح وأهدى السلامات بالسعودي ويطالب كذلك بالمزيد مع هذه اللحظات، بينما هنالك المداخلة من حشيمة أحمد بن راشد بن غانم المنصوري أحد أيضا الأسماء اللي شارك بهذا الشعار، مشاركة مشرفة رائعة للغاية. بينما بدوري أنتقل إلى المركز الثامن، المركز الثامن الله، الحضور الكبير، الحضور والتدخل من عسيله علي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري الحاضر والمشارك والداخل بقوة مع هذه الأسماء، كذلك اختبار النجاح، اختبار النواميس محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي أحد الأسماء الكبيرة أيضا، أبعاد والشعر والخير والنواميس مع هذا الشعار أيضا، وكأس يتحدث والإنجازات المشرفة دائما تتحدث معك يا الشاعر. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، أعود. الله 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 يا شواهين، الله يا شواهين، والإثارة والتحديات والأسماء المنطلقة والأسماء المحلقة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هذه شواهين حمدان بن غدير بن سعيد الدرعي مع مقدمة الشوط. المركز الثاني بيان سعيد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين مع الآن المركز الثاني. بدوري أنتقل إلى المركز الثالث، إنها أفعال يا أفعال الحاصلة على المرتبة الآن الثالثة، وتعود ملكية أفعال للسيد مشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي مع المركز الآن الثالث، والمداخلة أيضا من شعار بالسعودي الواصل الطيارة مطر بن علي بن سعيد بن سالم الاجتبي الحاضر والمشارك مع هذه الأسماء، بينما مداخلة قوية من حشيمة أحمد بن راشد بن غانم المنصوري على الآن المركز الرابع وفي المركز الخامس، والدخول تغييرات سريعة وانتقالات من السادس إلى الرابع ما شاء الله. هنا وصول من شعار الاقتصادي الواصل بكل قوة شواهين للسيد حمود بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، وأرى الدخول هنالك من هذه الأسماء الواصلة، دخول كبير من أحد الأسماء في كشف الإضافة الواصل والمنطلق مع هذه الأسماء، ويحمل لنا هذا الشعار الرائع والمميز الواعية خليفة بن أحمد بن سعيد الرميثي الواصل والمنطلق. انتصفنا المسافة يا الرميثي،
انتصفنا المسافة يا الرميثي، القوة والانطلاق الله. بينما هنالك مكتوم بن الشيبة، مكتوم بن الشيبة السبوسي مع هذه الأسماء الله، الواصل الواصل، التحية التحية أيضا لأخونا راشد الهاشمي أحد الأسماء الكبيرة المهمة. وصل بن حمودة، وصل بن حمودة كذلك مع هذا الاسم الكبير، مع عسيلة عسيلة، مع العسل مع العسل. يا بالله يا بالله، ما تشوف العسل وشوف الانتقالات وشوف الأسماء المحلقة والحاضرة الله. ها هنا عسيلة علي بن حمودة بن علي، أيضا بن حمودة الظاهري مع الأسماء والتحية أيضا، وكذلك الأسماء الملاحقة أبو عوض والأسماء الفائزة مع هذه الانتصارات. اختبار 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 الله. هذا هو، هذا هو أبو حمد، محمد بن حمد بن مصلح. أيضا هنالك الأحباب، يا سلام يا بن جمهور على هذا الحضور دائما مع هذا الحضور الكبير الكبير وهذا الشعر المميز. هنالك الأسماء الواصلة كذلك شواهين علي بن عبد الهادي بن علي المري الواصل بهذه اللحظات. هذه هي الأسماء المنطلقة، هذه هي الإعادة إلى المقدمة، هذه هي الصدارة، هذه هي المنافسة. لا زالت السيطرة على الهواء مباشرة مع شواهين، مع شواهين، شواهين. الله يا الدرعي، الله الله يا الدرعي، الله سقى الله دارك، سقى الله دارك يا الدرعي على هذه السيطرة. هذه هي شواهين. حمدان، حمدان بن غدير بن سعيد الدرعي مع الناموس، ويعل دارك دائما غدران وامطار يا رب. هذه هي شواهين متحملة هذه القيادة، مسيطرة مسيطرة وتقود هذه الأسماء ومسيطرة على الهواء مباشرة. نتمنى التوفيق لها ولكافة المشاركات معها في هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني، لا زالت بيان، لا زالت بيان مع المرتبة الثانية، مع الآن المركز الثاني. بيان الحاضرة والمشاركة بقوة للسيد سيف محمد بن زايد المطوع الخيار واللون العنابي المنافس أيضا، والحضور من أفعال مشعل بن حمد بن محمد البريدي المشارك، وشعار المنصوري بدأ يتدخل، شعار المنصوري الحاضر أيضا من قبل حشيمة أحمد بن راشد بن غانم المنصوري مع المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس الله الله، المداخلة من أهالي الهير، أهالي الهير، وهذا الحضور، هذا الحضور الكبير وهذا الدخول الرائع والمميز من الطيارة. بينما هنالك المركز القادم، المركز القادم طبعا الطيارة لمطر بن علي بن سعيد الحاضر والمشارك. بينما هنالك الأسماء المنطلقة، الأسماء الواصلة كذلك الواعية، خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي المشارك، المشارك. وصل بن حمودة، وصل بن حمودة، تدخل أيضا من هذه الأسماء الكبيرة، كذلك وصول من عسيلة علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري مكتوب الشيب السبوسي الحاضر والمشارك مع مياسة العود. ولكن راشد بن سالم هو المالك وهو المضمر وهو المتابع وهو هي يا هي قصة يا أبو سريدة. الله 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 يا الهاشمي، الله أبدع أبدع أبدع، ذهب يا ذهب. وأيضا 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 تألق ثنائي لهذه الأسماء وبهذا الشعار، وكذلك اختبار محمد بن جمهور بن مصلح الأحبابي الواصل الواصل. ونترقب المفاجآت، العودة إلى المقدمة بعد مناخ شواهين العلي بن عبد الهادي المري، وكذلك الدخول أيضا من دمع سويدان بن سعيد بن حضيرم الاكتبي الواصل، والعودة إلى المقدمة، العودة، العودة إلى الدرعي، العودة، العودة مع شواهين، العودة مع الانتصار، العودة مع الناموس، العودة مع التألق، العودة مع الفوز. الله 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 الله، شواهين شواهين، الكيلو المتر النهائي، وصل الواصلون، وصلت الخطورة، وصل القادمون. ها هنا حشيمة، من تبحث عن الحشمة، من تبحث عن الناموس، يقودها أحد الأسماء الكبيرة، أحد الأسماء الكبيرة وأحد الأسماء اللي يحمل إشارة كبيرة من الإنجازات. المركز، المركز الثاني، وأيضا ما كفتها مليئة بالإنجازات المشرفة. المركز الثالث أيها الأخوة أفعال مشعل بن حمد البريد
النادي المري. الله الله الله، المركز الرابع. شوف القدوم، شوف القدوم هني، الوصول الوصول مشاهدينا الاعزاء. صعايب علي بن سلطان بن مرخان الاكتبي، وهذا الاسم الكبير وهذا الاسم الثقيل. صعايب 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 مع المركز الان الرابع، وهنالك اختبار 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 محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي. ولكن العوده ال 500 متر النهائيه، شواهين 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 شواهين، ما رضت تسلم ولا تستسلم، ما رضت تسلم ولا تستسلم ابد، الا ان يكون المركز الاول لها، مع انها مشاركه، مع انها مشاركه مع اسماء كبيره وعشيله قادمه وحشيمه قادمه، وكذلك اختبار وايضا افعال وغيرها من الاسماء، وكذلك شواهين مع البريدي، ولكن شواهين الدرعي الدرعي، شواهين شواهين شواهين. الله الله يا المركز الاول والقياده، الله يا شواهين، حشيمه شواهين، عشيله شواهين، اي ايضا اختبار. يا سلام يا سلام، خط النهايه خط النهايه، عشيله شواهين، عشيله شواهين، عشيله حشيمه حشيمه، عشيله حشيمه، عشيله حشيمه، عشيله العسل العسل، حشيمه 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 حشيمه. تهانينا تهانينا والناموس، هذه لحظات الوصول. حشيمه في موقع الحشمه، حشيمه في موقع انت حشيم يا المنصوري، مع هذا الفوز والانتصار مع كافه مضمرينك وطاقم كبير. احمد بن راشد بن غانم المنصوري مع المركز الاول، المركز الثاني عشيله، من احتلت المركز الثاني بفارق بسيط ومنافسه قويه مع عشيله للسيد علي بن علي علي بن حمود بن علي الظاهري. المركز الثالث كان حضورا رائعا ومميزا ايضا من الاسماء المشاركه مع المركز الثالث، شواهين حمداب بغدير بن سعيد الدرعي. والمركز الرابع ايضا الشاعر اختبار محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي. والخامس، وشفت القوه انت والمداخله الكبيره، هنالك كذلك افعال حاضر بكل قوه مع البريدي. توقيت 12 دقيقه 43 جزءا واحدا من الثواني. هذه هي صاحبه المركز الاول وصاحبه الصداره ايضا حشيمه. التهني للسيد احمد بن راشد بن غانم المنصوري، وسلام يا المنصوري سلام. المركز الثاني عسيلة 12 دقيقة 43 جزء واحدة من الثواني، التهنية لك يا بن حمود علي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري. والمركز الثالث كان من نصيب شواهين، تهنية والناموس لسيد حمدان بن غدير بن سعيد الدرعي، توقيته 12 دقيقة 43 ثلاثة أجزاء من الثواني. رابعا كان من نصيب اختبار، التهنية للسيد محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي. هذه لحظات